اليوم الثاني على التوالي، وهي وقفة تأبينية وتضامنية مع الأخ ديالنا والفقيد مروان الزعر اللي كان يعني خدا القطار على ركب القطار على أساس أنه يتنقل من مدينة وجدة إلى مدينة الرباط لإتمام دراسته الجامعية، لكن تفاجئنا كاملين وتفاجئنا في, في, في خبر الموت ديالو اللي بكل بساطة تلقى مرمي في جانب السكك الحديدية منطقة خالية منطقة عين جمعة. فبالتالي وجودنا اليوم باش نددوا ونرفضوا هذا التهميش وهذا الإهمال وهذا الإقصاء من طرف يعني المسؤولين، وخصوصا من طرف المكتب الوطني، لأنه هو المسؤول الوحيد والأولي والرئيسي فيما حدث لأخونا مروان. كيف يعقل أن الباب ديال القطار يبقى مفتوح؟ من المسؤول؟ من المراقب؟ وأين المراقب؟ وأين هي كاميرا التسجيل؟ إذا المكتب الوطني للسكك الحديدية كان صامت وكان في واحد سكات رهيب ورفض أنه يخبرنا بالحقيقة، ولهذا السبب احنا هنا باش كنطالبوا بفتح تحقيقات من السلطات العمومية ومن الجهات المسؤولة ومن جلالة الملك. هذه مناسبة باش يسمع الصوت ديالنا ويعرف أننا محقورين، وأننا واش كل مرة غيموت في واحد شي واحد من المكفوفين، كل مرة غينهديو قربان باش نالوا ونوصلوا للحقوق ديالنا. احنا بغينا نعيشوا بكرامة في بلادنا في إطار الاتفاقيات الدولية اللي كتنص وكتحث على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بوضعيتهم. الحقيقة هو أمر يؤسف أننا نتحدث عليه، لأنه هذه الوقفة هي تنديد واحتجاج لوفاة الشهيد مروان الزعر اللي سقط من القطار يوم 25 أكتوبر 2021 في ظروف لا زالت لحد الساعة غامضة. يعني شخص كفيف كيمتطي القطار وكيوقع وكيتوفى وكيتم طي الملف بسهولة وعدم مبالاة من المسؤولية الكبرى اللي والعظمى اللي كتوجه الآن للشركة الوطنية للسكك الحديدية. لهذا اليوم حنا الحمد لله متواجدين هنا باش نوصلوا صوتنا وباش نعرفوا بهذه القضية المؤلمة، واللي من خلالها خصنا نعاودوا نحلوا يعني عدة تساؤلات مطروحة. أين نحن؟ أين الشخص الكفيف من عدة أمور اللي كتبجح بها لا الحكومة ولا المتفاعلين؟ هناك اتفاقيات دولية اللي صادق عليها المغرب في 2009، البروتوكول الملحق، إطار قانون اللي صادق عليه البرلمان في 2016 يعني 97/13 اللي كيخص هذا التأطير، وعدة بنود كتخص هذه الفئة، منها أول شيء اللي كنتبشروا به خير هو البطاقة، بطاقة المعاق لحد الساعة مرات أكثر من 5 سنوات وما زالت هذه البطاقة مجهولة الهوية، ما عرفناش متى غادي تعطى، كيفاش غادي تكون الأمور ديالها. وهذيك من بين الأسباب اللي خلات مثل هذه الأمور المأساوية توقع اليوم. لهذا نحن نندد بشدة ونطالب يعني الجهات المسؤولة والنيابة العامة بتحقيق ناجع وجاد في هذا الموضوع وفي هذه النازلة، لأنه لا يعقل كل مرة كنسمع وفاة شخص كفيف أو في وضعية إعاقة بظروف مثل هذه الظروف، ودائما كترفع المسؤولية على الجهات المسؤولية. الحمد لله التوجهات ديال صاحب الجلالة في هذا الإطار اللي دائما كتصب وكتوجه على أنه اتخذ هذه الفئة بعين الاعتبار، القوانين اللي غير مفعالة كتبقى حبر على ورق. فاليوم خصنا التزمة وتكون الجهات المسؤولة ملتزمة أنها فعلا تحاول تفتح الأمور اللي خصها تفتح، حاول أنها تباشر الأمور ديالها القانونية، تنزل المقتضيات، تفعل الاتفاقيات اللي أنها كتوافق اللي كتوقع عليها. اليوم في حقيقة مأساة كيعانيوا منها المكفوفين داخل هذه المؤسسة ديال مؤسسة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، خاصة تحمل مسؤوليتها، خاصة تفعل عدة معطيات، تحيدت البطاقة اللي كانت في حقيقة منذ سنوات منذ يعني الاستعمار، تحيدت هذه البطاقة ما عرفناش علاش تحيدت هذه البطاقة اللي كانت على الأقل بعدا كتخول بعض الامتيازات. والآن يعني كنتأسفوا لأنه حتى يعني الأمور اللي كتبان أنها باغا دير هذه كتبان أنها كلها كتضر بصالح ديال هذه الفئة. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل يعني اليوم، أنني كنضم صوتي لصوت الزملاء ديالي، لأننا عانينا سنوات من هذا الحجر ومن هذه التعاملات لا يعني لا مسؤولة